أول قرار لمرتضى منصور بعد توليه رئاسة نادي الزمالك. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم من جديد. استطاع مرتضى منصور أن يحسم منصبه في رئاسة نادي الزمالك لفترة ثالثة بعدما استطاع حصد 21,109 أصوات في الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة، وأصبح مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك حتى 2025. وفي أول قرار له أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رحيل الثنائي خالد الغندور ومحمد أبو العلا مقدمي برنامج زملكاوي في قناة الزمالك عن القناة، وذلك بعد نجاحه في انتخابات القلعة البيضاء. وقال مرتضى في تصريحات نقلتها قناة الحدث اليوم: قناة الزمالك ستعود لأصحابها، وسيرحل خالد الغندور ومحمد أبو العلا. القناة التي ترفض ظهور المرشحين تحت وفوق السن لعرض برنامجهم الانتخابي لا تستحق أن تكون قناة الزمالك. بشكركم مشاهدينا متابعينا، ادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل ما هو جديد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.